يزيد من اتساع حجم الصدر. نجو آليات التنسم. نجو آليات التنفس التنسم اللي هي الشهيق أو دخول الهواء. باهي، أول حاجة آليات التنسم. آليات التنسم اللي هي عملية الشهيق وعملية الزفير. توا كيف تقوم أثناء عملية الشهيق اللي هو دخول الهواء، اللي هو ان هي شو بيصير؟ بتنقبض العضلات البين ضلعيه اللي هي الخارجيه، وتنبسط العضلات البين ضلعيه الداخليه. اثناء عمليه الشهيق تنقبض عضلات البين ضلعيه الخارجيه، تنبسط البين ضلعيه تمام الداخليه. نديروها ان نحن بالنسبه لي يعني ان هو كتعبير تنقبض الخارجيه تنبسط الداخلية. تو في عملية الزفير هتير عكس، اللي هي تنبسط الخارجية تنقبض الداخلية. باهي، تو نحن هنطرقوا في عملية الشهيق. شنو صار في العضلات البين ضلعية؟ هذه عضلات البين ضلعية. شو بيصير؟ بيصير تنقبض العضلات البين ضلعية الخارجية، بينما الداخلية ها تنبسط. نتيجة لذلك شو بيصير؟ نتيجة لذلك تتحرك الضلوع لأعلى وللأمام. يعني عملية إن هو عملية خد نفس شهيق تمام، خديت الأكسجين. شو بيصير؟ إن هي هيستعرض شنو التقلص عضلة الحجاب الحاجز. شو بيصير؟ العضلات الخارجية متاع العضلات البين ضلعية في القفص الصدري هتقوم شنو؟ بالانقباض، بينما العضلات الداخلية هتقوم بالانبساط. بعدين شو يصير؟ هيتحرك. شو بيصير؟ حركة الضلوع للأمام، بعدين التحرك للأمام لأعلى والأمام، يعني شبه لك بحركة الجردل أو السطل كيف ما نقوله عليه نحن، إنه هو يقعد نازل السطل وترفعيه من هنا، هيبتعد عن اللي هو في مسافة، هيبتعد عن العمود الفقري. فيبتعد بعيدا عن العمود الفقري، مما يزيد في قطر تجويف السطر. يعني ان هي في عملية الشهيق هيزيد قطر التجويف الصدري، وتزيد الحركة العلوية للضلوع من عرض الصدر، وتشبه هذه حركة اللي هي مقبض الدلو. عند ارتفاع الضلوع لأعلى ينقبض الحجاز الحاجز، قلنا يزيد من السعة متاعه ويزيد تجويف الصدر. ويمكن مقارنة تأثير الحجاب الحاجز على الرئتين باستخدام اللي هو بالطريقة اللي هو حاجز مطاطي، وان احنا كتجربة هي تجربة هذه تقوم بها عملية وبالونين، مش نشوفوا ان هو كيف يصير عملية الضغط اللي هو بتاع الحجاب الحاجز. زيادة حجم تجويف الصدر شيقل الضغط. لما يزيد ان هو تجويف الصدر شيقل، يقل الضغط في الداخل. باهي، يصبح الضغط في داخل الرئتين اقل من الضغط في الضغط الجوي الخارجي. يعني عند اتساع تجويف الصدر يعني ضغط الهواء في الحويصلات الهوائيه تمتد بين الرئتين لتمنع الفراغ المتسع. هذه في عمليه الشهيق. عندنا هنا الرسمة التوضيحية، هذه توضح كيف عملية الشهيق في عملية الجردل في الحركة متاعها. هذا يوريك أذينا جزء من القفص الصدري، هذا عظمة القفص الصدري، هذين الضلوع، هذا العمود الفقري من الخلف، هيوريك اللي هي العضلات البين ضلعية الداخلية، هذه الداخلية، ومن هنا العضلات البين ضلعية اللي هي هتكون من الناحية الخارجية اللي تكون في عملية عكسية، واحدة تنقبض وواحدة إن هي تتسع. هذه الرسمة حركة الضلوع اللي هي أثناء عملية التنسم، كأنه يوريك يوضح لك في أثناء الشهيق كيف تبي تصير إن هي ترتخي العضلات، تنقبض الخارجية وتتسع
الداخلية. وهنا يوريك في عملية الشهيق اللي توا تطرقنا إليها، اللي هي كيف عضلة تتسع عضلة الحجاب الحاجز وتنقبض، بذلك عند دخول الهواء اللي هي حركة الحجاب الحاجز، ويميزها لك اللي هي توا هندرسوها اللي هي في عملية الزفير، كيف ترتخي الحجاب الحاجز وتعود الضلوع إلى وضعها الطبيعي. وهنا شوفوا إن هي يصير شنو الضلوع، وإن يصير في اتساع في منطقة الصدر. طبعا بذلك هذه النقطة سنتوقف هذه الحصة أبنائي أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني في درس اللي هو عملية اللي هو الشهيق. في الحصة القادمة إن شاء الله هنتطرق إلى عملية الزفير، في آلية عمل الزفير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.